قصة الجدة هي عن قصة جدة تجلس دائماً مع وردتها التي تحتفظ بها في الكتاب بدلاً من أن تستمتع بالورود المحتفظة برونقها في الخارج. بدأت التجاعيد تظهر على وجه الجدة مع تقدمها في السن، ووردتها التي تحتفظ بها في الكتاب ذبلت معها. إنهما تحملان في طياتهما الكثير من الذكريات والعديد من المشاعر التي غمرتهما والحياة التي عاشتاها معاً.